تحدثنا فيها مرارا وتكرارا من مده طويله جدا، واتكلمنا فيها في عده، وطالبنا معالي السيد رئيس الجمهوريه ان يتم الغاء الضريبه العقاريه على مزارع الدواج، لان ده يعتبر نشاط خدمي وده سلعه استراتيجيه لابد ان احنا ما نكهلهاش على كاهلها، يعني اعباء، احنا المفروض نخف الاعباء عنها عشان المواطن، لان هي ده الملاذ الامن لكل افراد المجتمع. فاحنا قلنا الكلام ده، بنشكر الحكومه ان هي طبعا استجابت للكلام، لكن كنت اتمنى ما يكونش 3 سنين، اتمنى على طول، ما ينفعش ان انا 3 سنين لا، اتمنى يكون بصفه مستمره. اتمنى النهارده ايضا الناس بتعاني من الكهرباء، وبيتكلموا على الكهرباء، الكهرباء يتحسب 143، ليه ما يرجعش يتحسب ب 59 قرش ولا 60 قرش؟ ما ده يقلل التكلفه في البياض، لان البياض بيستخدم اكبر مزارع بتستخدم الكهرباء، مزارع البياض. ايضا الغاز، الغاز النهارده غالي جدا بشكل غير طبيعي، الراجل النهارده الكتكوت بيتدفى ب 8 جنيه و7 جنيه في الشتاء، ليه؟ ليه ما يتدفاش بجنيه؟ ليه ما يتدفاش ب 2 جنيه؟ يوفر 5 جنيه في التكلفه. خلي بالك دي الامور اللي احنا بنتكلم عليها. احنا الوضع الجديد، بنتمنى ان احنا الحكومه تدعم الصناعه، تكون ورا الصناعه، تحارب المحتكرين، اذا كان في عندها اي مبادرات تستطيع من خلال تدعم هذه الصناعه القويه واللي مهمه لكل افراد المجتمع، لان النهارده كل المواطنين بيشكوا ويؤنوا من الاسعار. اتمنى ان يحدث، وانا قلت لحضرتك انا اتمنى ان الدواجن من بكره الصبح تبقى ببلاش عشان المواطن، لان مدخلات المواطن صعبه. وانا بقول لحضرتك النهارده اي واحد اقل دخل يمكن 3000 جنيه، معالي السيد رئيس الجمهوريه قال لك عشان المواطن يعيش كويس جدا ب 10000. فهو الرئيس اللي قال، مش انا اللي قلت، عشان ما حدش يقول ده انت انا ما قلتش والله، هم الرئيس اللي قال. فالنهارده حسب المدخلات الدوله مش قادره تديله الكلام ده كله، لكن فعلا المواطن بيئن ووضعه صعب جدا. نتمنى احنا كلنا نتكاتف لصالح المواطن. المنتج النهارده لازم يحاسب شويه على الراجل الغلبان الفقير، مش لاقي ياكل فرخه، حتى مش لاقي النهارده الهيكل، كلام غير منطقي. الهيكل النهارده ب 40 جنيه 45 جنيه ليه؟ كلام غير منطقي. بقول لك وضع صعب جدا على المواطن المصري.